الجوائز هم عبارة عن جائزتين في كل فرع من الفروع السابقة في الفيلم التسجيلي أو الوثائقي، عبارة عن جائزة 5000 جنيه ودرع وشهادة تقدير، والجائزة الثانية 3000 جنيه ودرع وشهادة تقدير. والورشة واعتقد ان هيبقى في ندوات مصاحبة وفي محاور هتقدم. الاستاذ وليد هيقول لك بقى ان المعرض كان التشكيل اللي عملناه السنه اللي فاتت هيتكرر السنه ده. جميل. والمعرض السنه دي محدود 40 سنه للشباب برضه ده كويس. يعني احنا استضفنا وكان لنا شرف عظيم ان احنا نستضيف المهرجان على مدار الخمس سنين السابقه، ولا تتصوروا قد ايه المهرجان ده بيمثل لنا، مش هنقول وسيله ترويجيه او وسيله دعايه، لا هيلتون طبعا شركه عالميه، ولكن وجود المهرجان في مكان تاني غير هيلتون جرين بلازا ده بيسبب لنا حاجه مش طبيعيه خلال السنه. يعني استضافه المهرجان بالنسبه لنا حتى لو ما كانش في اي قيمه ماديه، ولكن بالنسبه لنا مهرجان اسكندريه زي ما نقول كده ايكون من ايقونات الفندق، او حاجه بنتشرف بوجودها كل سنه. من المنطلق ده المهرجان يمكن خرج السنه اللي فاتت ما كانش احنا لنا الحظ ان احنا نستضيفه. الحمد لله السنه دي قدرنا ان احنا نستعيد المهرجان تاني، لان احنا بنعتبره جزء من المنتج بتاع الفندق، ما هوش مهرجان وبنستضيفه خلاص. بناء عليه احنا استعدينا سواء كانت غرف جيده لكل ضيف المهرجان، ما اعرفش حضراتكم شفتم المنتجات الجديده اللي احنا كمان فتحناها، سواء كان مطاعم اسيويه، فتحنا حمام سباحه كبير على مساحه 400 متر، الغرف كلها دلوقتي معظمها مزود بانترنت مجانا بكل الضيوف، ودي من المزايا الكويسه جدا. مبسوط حضرتك. انا بنعاني جدا من الاستاذ بس عشان